النهارده عندنا يسرى على فكره، انسانه جميله جدا جدا، انا بعشقها. يسرى مش بس جميله يا احمد، يسرى اسطوره بجد. شوف انت عدى عليها كام جيل ولسه زي ما هي محافظه على نجوميتها. انك تبقى اسطوره يا احمد مش انك تنجح وبس، لا انك تستمر كمان. فعلا يعني عندك مثلا عادل امام، عندك عمرو دياب، محمد عبده، الناس دي بجد اساطير. ويسرى كمان على فكره اسطوره وتستاهل تبقى اسطوره. عشان كده بقى احنا لازم نتعامل بشكل مختلف. ازاي يعني؟ نتكلم بجد شويه. طب والتفاهه؟ التفاهه موجوده، هتروح فين؟ التفاهه موجوده وهنكتر منها كمان، بس لازم نطلع منها حاجه مختلفه. معاك حق. بقول لك ايه؟ ايه؟ ايه رايك لو نطلع لها لقب؟ نطلع لها لقب. حلوه دي، زي ايه؟ عندك مثلا الزعيمه. هي زعيمه فعلا، صح. الزعيمه. الله. الضيفه المنتظره. حبيبه قلبي، نورت الدنيا والله. انا جايه في بيت السعد. بيت السعد. يا وش السعد. يا وش السعد. ده انت السعد علينا كلنا. حبيبي. تعالى. يلا. ايوه. حبيبة قلبي. ايه ده؟ ايه النور ده والجمال ده والحلاوة ده؟ ايه حلاوتك؟ ايه الشياكة دي؟ يلا بصي شوفي. وهي أنت امرأة جديدة كل يوم. أتمنى ذلك. وحشتوني يا ولاد مول. نورت الدنيا يا حبيبي. أهلاً 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 بأعز الحبايب. يا قمرة وحشتينا. نورتي ليالي. نورة الدنيا يا حبيبة قلبي. نورة بيك. القمر ده والحلاوة دي. حضرتك حاف كده؟ ما ايه مع حلو قوي كده. ماشي. قلنا ايه؟ هي ازاي بجد يسرى كل الدنيا بتحبها؟ ازاي كانت ناجحه 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 في جيل، وجه عليها الجيل اللي بعده ناجحه 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 ناجحه، ونجمه مصر الاولى ونجمه الوطن العربي، وبعد كده اجيال بتيجي. يا رب يخليك. والله العظيم بجد بجد ده 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 محور مهم جدا في الموضوع. يعني ازاي يعني ده دي حاله استثنائيه. هو كان صعب اساسا بدايتي، لان كان في نجوم مهمه جدا جدا اهم مني مليون مره. يعني كان في نجلاء فتحي، ميرفت امين، مديحه كامل، وبعدين قبلهم طبعا السيده سعاد حسني، ناديه لطفي. فانا عشان اثبت نفسي في وسط دول كانت مهمه صعبه قوي قوي. يعني انا حضرت مونتاج فيلم الكرنك كله عشان اتعلم يعني ايه مونتاج. والله كله من الاستاذ سعيد الشيخ. كنت اقعد في المونتاج بقى بالمفيولا البتاعه دي، مش المونتاج ده دلوقتي. عشان اتعلم يعني ايه راكور. اروح معهد السينما عشان ابقى الموديل ويصوروني. اتعلم اقعد في، انا مش تلميذه هناك، بس انا كنت اروح وافرض نفسي. حب خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب مالينا غيره، والله مالينا غيره، يدفينا ينسينا، يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا، ترسي بينا البر حب. الطبقة دي كويسة ولا نقول طبقة أحسن؟ لا أنا تعبانة. لا أنت مش تعبانة. أقول أحسن من كده. لا أنا تعبانة. في غنى كتير. هتغني النهاردة؟ لا والله. أنت اللي هتغني يا منعم. يا جامد. طب عايز أرقص. بجد هنرقص. سيبك يا عم، فك بقى، سيبك من اللي أنت جد. إيه اللي عايز تتكلم فيه معايا؟ مفيش جد يا عم. طب يلا. تعرف أنا كان نفسي اسمي ما يبقاش عم. ليه؟ مش عارف، اسم كده عارفة يعني تحس إن مكرر. في المدرسه كان يعني في عمرو، حد ما عنده اسم لوحده. يعني ايه عمرو كله يبص؟ طب انا استفدت يا راجل. ايه اللي بتقول عمرو كله يبص؟ امال احمد ايه؟ ايوه احمد ومحمد. ده انا بقول لك ايه، ده لو انا مش عمرو يبقى اسمي ايه؟ عموره. لا بجد والله. مدحت. هو حاجه في الحته دي في السكه. مدحت. مدحت امجد. ايه مش هيبقى عارف. كان نفسك يبقى اسمك ايه؟ طيب انت قول.
انت اللي انا اظبطها لك. انت كان نفسك يبقى اسمك اكلم لك الشيء. كان نفسي يبقى اسم احمد واكون بعرف اغني. الله يرحمه هو توفى. الله يرحمه. فما كناش نعرف بعض كفايه وما كانش الجواز ناجح صراحه. وبتحصل عادي طبعا. اسالينا انا اهو. اربعه. انت اربعه؟ انا متجوز اربعه. لا والله. السنه دي اربعه السنه دي بس. هو بيكسر. وقبل كده ايه؟ متجوز اربعه. لا كنت أيوة متجوز يعني اربعه. مش متجوز اربعه حاليا، اتجوز اربع مرات. هو نجح في الطلاق يعني. هو اتجوز اربع. يعني الحمد لله ربنا موفقني جدا يعني. انا كنت بموت في يوسف شاهين، بموت فيه. ما شفتوش، ما اعرفوش. فمره انا هو مش فاكر، انا فاكره هو كان في مركز الصوت. مركز الصوت ده كنا نروح نعمل الدوبلاج فيه. فكان واقف كده اهوت، وانا شفته قلت له انا بحبك قوي. قال لي عندك ذوق. انت عارف ان انا قعدت اربع سنين عملت 25 فيلم ما نزلوش. اربع سنين عملت 25 ما نزل ولا فيلم نزل؟ مش قادر اصدق. ازاي يعني ايه؟ كانوا بيسموني النجمه المعلبه. لا هي مش فكره يعني. ماشي. سردين. سردين. والله العظيم مسميني النجمة 25. ايوه هي مش فكرة ان هم ما نزلوش. فكرة اتعملوا ازاي في الاربع سنين؟ لا اتعمل. ما شاء الله يعني. لا انا كنت بعمل مثلا اول ما ابتديت عملت يمكن في اول سنة 6 فيلم. تاني سنة 5 فيلم. ما شاء الله ما شاء الله. الله. طب انزلوا. طب اعرف انا منيلة ولا مش منيلة ولا كويسة. انا عملت افلام نزلوا بس انا مش فيها. دي بقى كانت اسوأ. يعني انت على الاقل يعني محوشاها صيغة. حته صيغه كده هتنزل فيه ابدا. وكلهم سقطوا على فكره. 90% لما نزلوا 90% منهم ما نجحوش. ايه ده؟ هي دي الفتره اللي كانت بتاعت اللي بيقولوا كان فيها فتره. لا انا بقى سالت وحياه ربنا. قلت لهم طب يا جماعه اوكي يمكن العيب فيا. درست بقيت اشوف الناس كتبوا عني ايه. وكان في بقى نقاد وقتها من اللي قلبك يحبوهم. لما يلا نشرب شاي. طب لما نلاقي النقاد الكبار. لما نلاقي النقاد الكبار بيتكلموا عنك كويس وهم يقولوا الحاجات بتاعه الفيلم ايه اللي ناقص وايه اللي مش ناقص وده اللي هو النقد بقى بناء يعني عارف اللي بيقولوا عليه. ميرسي يا قلبي. فكل ده علمني. طب يبقى اذا ما دام هم قالوا ان البنت دي كويسه يبقى مش الغلط فيا. ده مش عندك. يبقى مش غلط عندي. طب الغلط فين؟ في التوقيت اللي الفيلم فيه نزل ولا في اختيار المنتجين في اختيار المواضيع ولا انا متوظفه غلط ولا ايه؟